شوف يزي من الخوف واقرا الحروف وافهمها معايا، شوف واكشف الاسرار ليل مع نهار واعرف الحكاية ما عاد فيها سكان. وفات اللعبة وفات اللعبة وفات، الحقيقة وين؟ عدينا سنين باش عرفنا ناس مش مكشوفين قدام العين، هما اللي وراه فينا زرعوا مشروح، ومن سلبوا الروح سلبوها الروح وما شارجور. شو قاعد تعمل يا ساقط؟ ولا ما نقتلك؟ شنو هالفوايد؟ تنفذ في التعليمات بتاع مريم؟ مريم هي بيدها وجاي دورها، والله ما خلت على حياتي. سي المنصف يحبك، يحسبك يولدك. على ذاك القرار ما يلزمكش تموت. مش مدخل المنصف براسين يا اخي، مش في الحبس هو؟ مش في بالكم سي المنصف تكسر وليتوا تحبوا تلعبوا وحدكم؟ سي خرج لكم، مش حاسبكم الناس كل واحد واحد. Thank you.
تريد المنصف قديش يحبك الليلة يزمك تبيت في تزاير سي المنصف سامح مرة بركة سمير ما تخليوش يقتل يا سمير مثلا نروح سي المنصف سامح مرة بركة كان جيتاني اللي نحكم والله راني قتلتك صحتك وقف لك فعل معلم زيت وحدك الصندوق في ثلاث ذار يرحمها الله غلب تخمرت هك طلعت ممثل غول في بالك شوية جدت علي انت تخدم بالرسمي مع منصب ورسيم وجعتك الضربة لا صاحبي معلم هاي من تحب نمشي نمشي لدار الله كنشوفه ماريا مش عاملت مع صاحبنا تزيري عطيني سيجارو فهمت مريم قاعدة تحكي مع جماعة اللي خطفوا باش يرجعوا لمريكا هي قاعدة تحكي مع سمير تاو البوليس ما قتليش شكون وراه اون بليس كيف ثبتنا في الفيديو دار هو اللي جاب شكون معاه وهربوا تطلع كان حياة معاه شكون حياة الفرنية اللي معاكم؟ تخدمش معنا في الكلينيك هذيك جابوها مع المريض ما نتصورش حياة دارها في الفيديو من الأول لآخر ما خرجش من الكل اون بليس في الريسبسيون حتى لين جات مريم بيزار المرأة هذيك فهمتيش فيش قاعدة تعمل بالضبط لا تتكلم ولا تقول حتى شيء حياة معنا حاجة حياة حاكمة نجم تقول علاش انتي ماشي في بالك فما حاكم كان بزاي فما برشا يخدم معها كيف كيف كيما شكون انتي برشا تحبش تقليها شوف سهير نجم نحكي لك اي حاجة على حياتي الشخصية اموري مع البنك قول لك حتى شكون صعب تقبل اما في الخدمة الا غالب علمونا ما نحكيو حتى شيء حتى مرتك مرت على عيني وراسي اما في الدار مش في الحد اللطف ما صعبكم انت في بالك اللي منجم عرسه كان يحل عليك الكتاب علي علاش خايف بسك محمم انت سيان دفاع فيه تي وين غبر الهم تيز يا سمير حيرتني عليك يا سمير Thank you.
تضرب بالحق. لا لا لازمني نركب السشيه الاخرى بتاع الدم. فؤاد رجع حياه للفريكو وبعد ارتاح. سامحني سيد سمعنا سيد صالح على شكون؟ على الحياة. تميت الحياة. جيت تعاوني. ماكش باش تبدل حوايجك؟ لا لازمني نمشي للكلينيك نلقى انيس يستنى فيا ويدخلني دبشي هكا يقتل بالدم. وين انت؟ لازمك تقنع رضا الايوبي باش يعطيك شهاده وفاه ويخليك تروح بيها من غير ما يشوفك. ماذا بينا؟ لا كيفاش باش نقنع؟ انا مت متغور دونك جريمه قتل. اي جريمه قتل تتعدى على التشريح، واذا تعديت على التشريح ما عاد تعداو على التحقيق ويجبدوا الناس الكل. لوجيك. اذا ما سمعش كلامك هدو. ما احنا ماذا بينا يتقنع علي انا مت. لطف عليك. شكون جاي؟ ما بده ما قال احليها. شبيه؟ بتلوسق. بولد عليك؟ تحب نجبدلو عينيها؟ اما ماك تعرف فما برشا جماع الخاص خليوه يمد يديتو ويبدا يدحنس مش في بالو لعبة الكل كيف كيف. خلي ما لازم تعجبني اكثر. الساعة انت ما تعجبنيش. امان في وجهي. انت نحبك. الو بي؟ واضح واضح. أنا على المكان. بيه توت سويت. لابيسة؟ لابيس. لازمني نخش. تفضل. أني هول. ما لا تفهمنا مرة الخدمة ما نحكي وش فيها. عين مشيو. كلمت ولقيتو في الكلينيك ديجا. شو يعمل في الكلينيك؟ لحم الفرملية صغير عرفتها؟ وفؤاد وينو؟ يستنى في الكرم. عطيه بطاقة التعريف نتاع عربية. وتليفون سمير نهبطو في بيرو سعيد الغراب ونكمل انا وياك للكلينيك. فهم بالضبط شو لازم يعمل. خافش فؤاد انا فرحان بيها على الاخر. تعرف كنت نخزر له صحه بدنك هاو فؤاد. هذيك مشكلتنا احنا في هالبلاد. ما نجموش نتخيلوا ان البشر ينجم يعمل برشا حاجات. نخزر له ديما من برا لبرا. عندك الحق. عزيزي كرفيه تلاتة. الو وي بيبي سافا. ما قلت لك تروح كلمني يعني تعت خاطرنا البلاد. ليه ليه ما زدت ما خلتش للدار؟ ليه حتى شي شريت سرويل وزوج سويري مزيانين هكا. عايشك عايشك عايش عزيزي يعطيك الصحة. حتى انا بوسة كبيرة. باي. صحة 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 يعطيك الصحة صحة صحة. شنيا الرشوة الريش من عاملة عملت؟ عملت حتى عاملة هبت يدك شهيدني اعطيني شوية هبت مكسورتك تاعي شريته بفلوسي صرفت عليه دمي. يا سرعاقة يا لماقة يا شيعانة اهو بزياد. La surprise continue. Je t'invite ce soir à un endroit digne de mon amour pour toi.
PS, sous le lit, tu trouveras une surprise. Je passerai te prendre à 18h. Ton bébé, je t'aime. Je t'aime. Ça va, c'est normal, quand je romantique. Moi, je suis même allée à Andy. Et surtout, je suis très amoureuse. البرتمان كان زيق وتزرزيق كو جيت متلفارس للناس. يا حسرة عليك، البرتمان هذا كان يتكلم يقول لك شرينا فيه خير وشكون حامدين ربي. قلت شو معناه ضربوا مها العتبة؟ قلت لي مبوك جري وجربناه وعلى وبعد ما بيتش فيها حتى شهر دخل الحبس. هيا يا ماما كي ما جاش حق يضربوا مها رانا مدينة دينا العباد. شوف شوف يظهر لي خوك جي. لهي كمل ستة الخدمة. جايبوا هذا طوى سوين يا عربية ناخذ كوجي وقتاش ترجع؟ شو بس جمال جينا هنا ولا السكرتيرة؟ لا عاد بعد تفضل تفضل انت. Demande à pardon à ta mère, mouche la yenne. Mouche mouche la nageoire. T'en faudra ma fille wakta. A ma juste qui dit que habite en col que ça marche. Smeh, j'ai aucun problème, Marc. Et là, Andy, mouche la. Fille belliche. Nageoire, mais je me tais. Mouche ta ouara, mouche tchir. A ma kitine, t'es qui bat de l'ars. Tu vas qu'à la discussion avec elle. بدأت الحرب يا نجوى. سعيد في اجتماع كان حاجتك بيستنى شوية. ديكور دو ميرسي جمال. اوكي
سي سعيد؟ اي نعم. حاجتك بحاجة؟ لا لا، جست حبيت نقول لك سلم عليك سلموس وبراسيل. شكون؟ اللي سمعته. سهير برا عاد تصبتوا هذا. فيسا سهير. هيك ما بديتش. قم بس انا البرا نعس من بعيد، ريتو دخل. انيس اخرج البرا ما تخلي حد يدخل كان الطبيب. مات. دكتور يا جماعه. انيس اقف البرا ما تخلي حد يدخل. خليني نشوف قبل. ما يلزمش نضيع الوقت. ما كانش باش تهبط كارثه على روس الناس الكل. إجا معاي. هاي بابا. ألو سميرة. ألو شكون معايا؟ لحظة لحظة، شنية الحكاية زادة؟ الله يهديك يا إيمان. دكتور يلزمنا نتعاونوا. فاش نجم نعاونك؟ اختار الفورمولا اللي تساعدك بالسياسة بالقوة. يلزمك تعطيني شهادة وفاة سلمان الخافي وتخليني نروح بيه. كيفاه نعطيك شهادة وفاة وأنا ما عينتش الجثة؟ وشكون قال اللي هو مات أصلا؟ أنت حبيت تقتله بيدك، توا عامل لي فيها طبيب الشريف وتخدم في خدمتك بضمير. من فضلك ما نسمح لكش. كلمتين، يا اما باش تصح في شهاده الوفاه يا اما باش نستدعى الطبيب الشرعي خليه يعاين الجثه ويثبت انه مات مطعون بآله حاده على مستوى القلب. تقدم له تقريرك بصفتك الطبيب المباشر ونكمل له التسجيل اللي عندي، وهكاك يتسكر الدوسي في رئاسه الجمهوريه. وعلاه رئاسه الجمهوريه؟ احكام الاعدام يصحح فيها سيادة رئيس الجمهورية شخصيا. أعدام؟ قلت لك اختار فورميول ما حبيتش تفهم. باه، كيفاش نجم نعاونك؟ كنت تحب تعمل منهم كوبي وتبعثها لسعيد الغرابي خلصك ما عنديش مشكل. باه، حاضر. هو مات مات؟ مات. كان جا حيرا هزيته يبلغ على اللي حب يقتل. وشكون قتل؟ المنصب بوراسين. مش في الحبس؟ بعث له شكون قاتل وقتل سمير وما نعرفش شكون مازال. دكتور ازربني قبل ما تطيح ارواح اخرى. طيب نطلع معك ونحكي لك على كل شيء.
سهير برا شوف لومبيلونس حضرت ولا كان حضرت تعمل ابيل للانيس. شو اللي بدلو؟ طب نحكي لك، لازم نخرجوا من المول قبل كل شيء. مش لازم تبقي شرعي؟ حي تستخيل؟ طب بدري؟ هي ايش معي خرجوا؟ سي المنصف متغش عليك برشا. علاش عملت؟ انت تعرف روحك شو عملت؟ عملت حد شيء. سي ليه عادي. هاك يزيد يتغش سي المنصف، كيف نقول له راهي نكرت جملة. أما كيف نقول له راهي ندمت وتطلب السماح، على الأقل يخليك تتنافس شوي. اسمعني ذولي أنت ما تعرف حد شيء. قاعد ترمي في المعنى بالعاني باش تصلبني على راسي. بحث جديدة. أول حاجة مانيش بحث. ثاني حاجة سي المنصف بطل معاش يخدم مع البوليسية. الوضع تبدل والجماعة الكل ولا يخدموا بضمير. نتصرفوا بضمير بلاي عبط عبط. خليني نمشي على روح. قبل ما نعبط حبيت نقول لك تكلم سي سعيد وتقول له يبعد جملة من البيعة هذيك متاع سي المنصف. ليه متاع سعيد وليه متاع سي المنصف؟ الأرض متاع ماليها ما عادش. الله يرحمه مات. لازم تكلم غدا الأيوب وتسأله شو وصيدك. أنا مش قلت لك ما عادش دخل روحك. آخر حاجة تعملها تكلم سعيد وتقول له يبعد جملة من البيعة. وسمير قتلتوه زادة؟ عليه تحب تورثه؟ نورثه مش بولدك. على غالب سي المنصف قلبه حنين ويراب العشرة هذاك علاش فما زوز عطاهم صرصي أنت وسمير وسعيد. سعيد ومريم ورضا والجماعة اللي حابه تلعب وحدها كلها باش تتحاسب. وانت اللي باش تحاسبهم؟ انا عمري ما نعض اليد اللي تمدت لي واللي قولي عليه سي المنصف ننفذه. من غير ما نوصيك سلام امانه سي سعيد. كل صباح يا غرد ليس يعطيك الفورمة اللازمة باش تعدي نهارك بالبيه. الفورمة اللي تخليك ناشط وزاهي حتى وانتي مشغوب وليه. ونهارك كي بالفورمة تبداه ضحكة تعديه وتفاه. يا غرد ليس يوفر لك كمية من الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم اللي تضمن لك تغذية صحية ومتوازنة. يا غرد ليس صحة وفرحة. مع دريس تفخي ليمونادا برد صيفك. أما السيد هذا ما تقابلش أنا ويا في الدار. علاش إيش فما؟ العباد هذوما ما يخافوش ربي. السيد هذا مجرم قتال أرواح. يا فما حاجة تعرفهم أنا ما نعرفهمش حكي لي. يخرج هاو تو نحكي لك. بالله بالله هكا الحكاية. قلت لك يخرج هاو تو نحكي لك. والله غالبة أنا فيها والله غالبة. اسمع
لي انا سولتك ما يسالونش. تهامي عايش خويا شدت فيرتك كنت تستحق حاجه نعاونك ما عادش تجي للدار. درت فيا؟ يرحم والديك. يرحم والديكم الكل. توا تهني ولا خايب. توا يتبزق. راجلك شكون رد وعبد ويحكم في البلاد. صافي. انت مش تعاوني. دارك تعب ومل تبنات على كرايمي. عيت وانا نسك المصوات ورشاوي راجلك. احكي لي شنو الدوسيات اللي تعرفهم على بوك وانا ما نعرفهمش؟ اي دوسيات بابا حياته كامله فهمنا اللي هو ماهوش ممسخ واللي هو ماهوش ولد الداخلية وفي أي وقت ينجم يرجع لوزارة الفلاحة. هذا نعرف كله كذب. بابا مورد في قتل الناس وتشريده التعذيب يعذبوا في الناس قبل. يبالك العباد تكذب عليه. واحد يكذب اثنين كلها تكذب. هاي وبعد وزيد يأكلوا في رزق العباد. شكوني مازال هو مازال نص الشهر ما نعرف شنو هي الحقيقة يحكموا عليه بس كل تعرف الحكاية. تقول لي شكون باش يحكم عليه؟ قاضي. قاضي القاضي هو بيدو تلقاه مورد في قسمين مع ناس أخرى كان مش بالزهر كان يقسم مع بابا. ها بابا البلاد كاملة تمكمك ما فما حتى حد نفس مومنا. مش البلاد الكل مقسمة البلاد الناس الفوق تمكمك ولوطة الناس تفغ. فيق خدم مخك فيق على روحك فيق على روحك راك تسمع في الكلمات هذا يقول وذاك يقول وانت تصدق. نصدق برشا ناس قالوا لي الحكايه مش واحد ولا زوز ولا ثلاث. وخليني نمشي توا نرقد نصبح نخدم. اقلب منظرك اقلب منظرك اخرج. كلم رضا اسأله سلمان الخافي مات ولا لا؟ فهمني ساعة يكلموا توا بعد نقول لك. اعطيني المعلومات بالضبط. شات وفات وهزت الجشة باش متعديش على التشريع سينو تتحل قضية قتل وبكل ما نمشي ونبحث بكل مال السيد اللي جاني اليوم كلامه صحيح. شكون؟ ما نعرفوش قال يخدم مع سي المنصف. حتى أنا شكون جاني للبيرو العشية قال لي يسلم عليك سي المنصف. Thank you.
مش راجل كتفني ككلب. يا اخوي الحمد لله. راك صافا؟ الحمد لله. اعطيني تليفون حتى. ميرسي. حتى نقول لك فيها. ان شاء الله تهز. الو مريم شنو اللعب اللي تلعب فيه؟ اش قاعد تعمل بالضبط؟ تحب تقتلوني؟ سي المنصف بوراسين لعب بينا الكل. فؤاد يخدم معاه. بعثوا باش يصفينا واحد واحد. سمير عايش خويا منع روحك وبرا هج. انا بيدي مانيش قاعده فيها. باش نسافر. حياتي في خطر. بوراسين باش يبدا بعربيه وسعيد. لوحوا قدام الكلينيك. ابعث لي تصويت، ابعث لي نمره عربيه اس ام اس ميساج تو تبعث لي. وش صار سمير؟ وش صار؟ استنى نعمل تليفون هذا ونحكي لك. خويا ما ثماش اي حاجه زنزير سخطه بخص بها السلسله. ربطوني ككلب راه. شكون هذا زيد؟ شوف. الو؟ وي؟ سمير تي وينك؟ حتى انا مانيش فاهمه بالضبط. جاني واحد قال لي سي المنصف متغش وناوي يحاسب بالناس اللي حابه تلعب من وراها الكل. سعيد كلم رضا قالوا قتلوه وطيشوه قدام الكلينيك. يا اخي انت ناوي تهرب بالحق؟ كيفاش باش تعدي لي تعمل هذا؟ في الكاميون مع السلعه كي نوصلوا نعديك على الجبل. علاش ما نتعداش في وسط السلعه؟ فيها ريسك يا سمير. يفيقوا بيك بسكانر ست سوايع ماشي وتلقى روحك في مفيهم الطبول. نستنى فيك ليه؟ اوكي سامحك شاتك صح. هاي نمشي. نجم نفهم تو شنو اللي صار؟ انيس انت منعت انسان من الموت وما زلت باش تمنع برشا ناس اخرين. وشكون اللي حاب يقتله؟ المنصف بوراسي. يا اخي مش في الحبس المنصف؟ علاش من الحبس ما ينجمش يخطط ويقرر وينفذ؟ الكابوات الكل يخدموا من الحبس. صحيح. وانت اللي فوق بيهم؟ مخر برشا. فيش مخر؟ فقط بعد ما قتلوا حياة. حياة ماتت؟
همي عيش وما تخليش من الدنيا شوية خوف فرحة الأيام وسرق الأحلام لتجنى حبي تتعرف ناس وتتحرر ناس.